السلام عليكم الاولاد، مرحبا بكم في فيديو جديد مع ابو سعاده. كالعاده راقد على روحي، قايم الصباح 8 متاع الصباح، فهمتني؟ ماني وليت ماتينال، يعني وليت ماتينال. حسيت اخويا الناس تبعث لي في مساجات، يا ابو سعاده يا اخي ما تفرجتش على البودكاست نتاع الهادي مع عمر الليل. والله يشوفوا الاولاد، يعني الهادي من عمل البودكاست هذا راني ندخل نتفرج، حتى مهبط حلقه مع مفكر ولا شكون، دخلت تفرجت شويه باش ناخذ فكره شكون الشخص هكا، فهمت؟ هاكا باش اني حاجه نعرفها ونتعلمها في الحياه. فاني الحقيقه مستحيل نضيع ساعه وستة دقائق و12 ثانيه من حياتي نتفرج في ليا برجوليه. الاولاد ليا راه ما يحكي كان على روحه، اني بليد، اني مجرم، اني مش نورمال، اني فهم. فاني مستحيل معناها يعني ندخل نتفرج في ليا. فيا ابو سعاده راه احكي عليك وجبدك وكذا ومشي فيك. لهني مال اخويا، خلنا نطلعوا نفرشوا الكوارت الكل، خلي العباد تعرف علاش اني ما رياكتيش على عمر الليا. خاطر اني وقت اللي حكيت وتسالت في الميديا ونتسال ديما على عمر الليا، قراو انسان سبورتيف وانسان قبل النقد، وما عمره اخويا ما جي يحكي نعمل وندير وش بكم تحكيوا عليا كيك. وهكا حقه، نعطيو حق العباد، احنا ديما نعطيو حق العباد، لكن فما حوايج اخرى ما حكيناهاش. علاش؟ مش خوف، احنا الحمد لله يا ربي ما نخافوا من حد، لكن احتراما وتقديرا، خطر السيد هذاك ما عمره ما غلط فينا ولا ما عمره ما فهمتني. فلذلك خويا البي اليوم صاحبي هوا طلع مشي فينا، فهمتني؟ حاسلو اني قالوا لي ادخل اتفرج من دقيقه 23، فهم؟ فحقيقه فما ليا الاولاد اكر زين شويه، فهم؟ اكر زين شويه. فاني ما نجمتش معناها نتفرج على الحلقه كامله ونجيب لكم ملخص وكل شيء، فقررنا نشوفوا البارتي اللي هو حكي فيها علينا ونعلقوا حق الرد. هذا حق الرد، واني انسان مسالم، اني انسان مسالم. اما الحقيقه برجوليه ليا يرحم والديك، اني اليوم خاطر انت ما عمرك ما قلت فيا كلمه عيب، فاني اليوم باش نفرغ اللي في قلبي، الدخلاني باش نخرج اخوي. اني اليوم باش نحكي على راحتي. الاولاد درتوا قداش مره نبدا نقول لكم فما ناس تغني اني واني واني وما عمرها ما ضافت شيء للراب التونسي؟ نحكي على عمر الليا، العباد مش بلالين نرمي في المعنى على سمارة، لا اني نحكي على ليا عمر، عمر ليا اني نحكي عليه هو. يغني كان على روحه، اني مجرم، اني بليد، اني مشني نورمال، اني نبيع بالكبير، اني بسلاح، راني ديما في النقاط هيك راني نرمي في المعنى عليه هو. على الاقل على الاقل سمارة اللي ما يعرفش يغني ويغني كان زتلة وكوكا وحشيش وبيع والدنيا، على الاقل نجح انه يعمل فلوس. هذا لنجح باش يعمل راب مزيان ولنجح باش يعمل فلوس، في الزوزف فشل. حسيلو الاولاد نسمعوا اش قال. يلا يلا ليا عمر، يا ليا عمر يا اخي ما تحكيش عليا انا، حتى حد ما يمتلك الحقيقه. لا احكي على الموسيقى ساعه، ما تفهمش انت في الموسيقى، تحكي على الموسيقى ما تعرفش معناتها ريم، ما تعرفش معناتها بونش لاين، ما تعرفش اش معناها ريم، ما تعرفش اش معناها بونش لاين. يا برو على الاقل صعب، ماك انت تحب تمرك فيا وتحب تقزمني، صعب ريم وبونش لاين، ريم وبونش لاين. جيب ولدي مسلم يعرفوا مش معناها. اني خويا في يوم من الايام قلت اللي انت عطيت من اقوى البونش لاين ويت في اللي سمعتهم، واليوم لليوم حافظها، اللي هي يد واحده ما تصفقش اما تجيب كلوت. انت قلتها اخوي، ما يسالش اني ما نفهمش بونش لاين، يعني لذلك انت ما عطيت حتى بونش لاين في حياتك ولا لا؟ انتوما اصلكم وقت اللي نقولوا احنا كيك ونطلعوا نحكيوا هكا ونقول والله اللي يعطاني بونش لاين كاس، وقتها نوليو نفهموا في البونش لاين. اما كي نجي نقول لك يا برو راك غناك الكل تحكي على روحك ما بدش تبدل، يا ودي يا ليا عشخية افهم افهم، راه فما اتنجيه اللي باش نحكيها هذه تنجيه، خاطر باش نهزك وباش نحطك في خمسه في ثلاثه غنيات انت غنيتهم وفي فترات متعدده وراو غناك الكل كيما كيك. اما باش نعطيك نقاط معينه، خلينا نكملوا نسمعوا ليا عمر. نقول لك سمعت كلمه بونش لاين، ما تعرفش معناها، تحكي لي على الراب على الموسيقى، ما تعرفش معناتها كلمه ريم، ما تعرفش الراب تكتب 16 24، ما تعرفش هذا الراب تكتب 16 24، شنو هي ساعه هي نهار، شنو هو 16 24؟ وضح 16 24 شنو هو؟ معناها انتم تخيلوني يعني اليوم عمري 12 عام باش نبدا نتعارك انا وعمر، وي والبونش لاين معناها السطر الضربه والهي ونبدا مع انت هذا حد مخك، والريم هي الريم التي تجي في اخر السطر معناها انت تحب هيك النقاش يكون؟ يا خونا يا خونا، راني كي نطلع في احيانا كي نطلع نقول اني ما نفهمش راب، راه مش معناها اني ما نفهمش راب، لكن نتجنب نقاش تافه مع انسان تافه. انت اليوم تحكي لي تقول لي ما تفهمش، مش للدرجه هيك انك تجي تعمق معايا في برشا. اخونا اخونا على الاقل كي تب تحكي اعطي حاجه صعيبه صعيبه للعباد، اي انسان اليوم قاعد يتفرج
كي انت باش تقول ما نعرفش شنو يعني تحكي على موضوع هكا في وسط الراب، تقول مثلا الراب متين خرج عام شنو، فلان ايه فما برشا ناس ما تعرفش العام شنو الراب خرج فيه، تحسك اللي انت عميق اللي يعرف الراب متين معناته تفخر اللي انت تعرف الريم والبونش لاين. برجو ليا مع كل احتراماتي ليا ياسر بهامة، والله والله حاجات تعرفهمش لي باز ما تعرفهمش ليا أومار أي. يقول لك كلمة فيرلون أنا ما تعرفهاش معناها فيرلون، ما تعرفش معناها لونفير وفيرلون ما تعرفش وتحب لا ما نعرفش أني ما نعرفش معناها فير وفيرلون، هذه صحيح هذه أني ما نعرفش زي تحكي إذا شو من عبيد نعرفهم فهمتوا عبيد جبتهم أكيد يا عريس يا ودي لحظة وين احنا تو ايش بيعمل لك؟ يقول لك كلمه راب ما تعرفش معناها نحكيوا على يقول لك كلمه راب لحظه خلينا نوخر شويه برامو فتنا باه نرجعوا هكا 30 ثانيه تعلم لو مينيموم ما تخليناش راه ما تخليناش بتحكي على الرابر والعبد، احكي لك على الموسيقى اون طونك تيل، ما تفرقش بين تراب بين 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 اولد سكول. لا لا نفرق بين تراب وما بين اولد سكول وما بين بومباب وما بين ريقاتون لا نفرق، اما اني راني كي نقول لا اني خويا ما ندخلش فيهم التفاصيل هذيك باش نتجنب النقاش مع انسان جايبها متثقف كيفك انت اليوم وتحكي في حاجات سهله، اليوم انت تحكي في حاجات الناس كل تعرفها كول بين 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 بوم بام بين درشني وتحب تحكي بين بوم بام ما تعرفش البوم بام انت ما تعرفش البوم بام كيف انت سي سا سي دو سا دون جو بار لهنا يلزم نحكيه بأمثلة واقعية معناتها لما يجيك إنسان ينقدك معناتها كأنك باش تعمل امتحان أنت في نهاية الأمر تقول ما تنقدني إلا ما تكون عندك شهادة ولا حاجة تنقد الموسيقى مش ما تنقدني أنا أنت تنقد في الموسيقى يبرق على الموسيقى أنت كلمة راب ما تعرفش معناها يقول لك أسمعوني توا الأولاد ليا قال لي ما تعرفش إيش معناها راب، الراب يا صاحبي ليا هو معناها الشعر والإيقاع والراب طلعوا دي جي والراب فما ناس أخرى معينة تقول اللي هو ريفولوشن أفريكا بيبول وجاية من غادي الكلمة يا خونا إيش بيه تحسوا السنة الأولى هذا إنت على الأقل خويا كي تحب تعطيني هيك عيوب راني كل عيوب مانيش ني مثالي كل عيوب لكن أنت تحكي في حواجات تافهة اي انسان اليوم يعرفهم ومانيشني مستعد اني نبرر اللي اني نعرفهم ما نعرفهمش امريكا جاوك به على انت تخيل اليوم انسان يجيك يقول لك انت ما تعرفش تلبس انت امريكا لاني ما نعرفش نلبس برا السلام عليكم انت تعرف معناها انت اليوم تحكي في بودكاست ودنيا اللي انت راني ابو سعاد اني نعرف كلمه ترابش معناها وانت ما تعرفش ياسر غباء والله لك كلمة راب ما تعرفش معناها نحكيو على مش الكل لا بيان سو مش الكل نحكيو على ديام ديريكسيون الراب ديريكسيون ومش الكل خاطر فما ناس تعرف فما ناس مارست الراب وفما ناس جربت الراب لا ماجوريتي نو لا ماجوريتي ما يعرفوش اللي راب فيهم انا معروفين تحب نسمي لك نسمي لك سمي 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 نسمي لك ابو سعاده بدر شكون ابو سعاده ابو سعاده اللي ماجوريتي الراب فيهم ما يعرف اسمع علاش بو سعادة الكلمة ريكتيش عليا راه قول قول طلعوا احكيوا لي تصالحوا مع ارواحكم الكلمة ريكتيش عليا من اللي تحب نسميلك نسميلك اكلا بعثوني نليق اكلا حقروني اكلا يعني نهبط غني وهما يعملوا رواحهم ما راونيش حقروني اذكم هما ما يعرفوش راب تحب نسميلك نسميلك بو سعادة ايش نسمي فرانكو فرانكو قبل كان يعطي تي فرانكو ولا طلعني كيفاش نسب فرانكو لذلك اسمع خلي في بوسعاده وبر بر بس قولوا قولوا احكيوا عرفتوها هكا يقول لك اذا كان جي ما فماش كذب ويبداو يحكيوا بالرسمي في الواقع تصالح مع روحك قول الناس اللي مترياكتيش عليا فوش ما يعرفش ما تعرفش كي يقول لك كلمه راب ما تعرفش معناها يقول لك وقت يطلع الراب ما انا ناقل يا حبيني يا حبيني شنو انت تحكي اني نحكي لك عمر عمر ليا يحكي لكم عمر ليا اله الكو اله الراب اسطورة الاساطير حبيب الملايين عمر ليا وليه قالوا ليه يعني هادي الهادي رانا حكينا معاهم شينا انترفيو وجربوا فهمتني وفما اسئلة واجوبة فما دنيا وعمر ليا ما عمري ما قابلته في الدنيا أعرف ما أعرفوش ما لها راب لا هادي زعيم عامل 3 انترفيوات مع هيكل
زوز موزايك واحدة في قال لك لا يعرفوا راهم راني عليا قالها بشويه معناها قص يزي احشم على روحك يا ليا احشم ركز لي مع الهادي ما تعرفش كي نقول لك كلمه راب ما تعرفش معناها نقول لك وقت يطلع الراب ما انا نحكي لك اي الاولاد باش نقول نحكي لكم حكايه الراب فما دي جي اخويا اول ما بدي الراب صح دي جي هذا يقرر باش انه يعمل موسيقى جديده ف انت علاش يا ديري راهي في اليوتيوب الحكايه هذه ملوحه بالمشتى يدي ولدي مسلم يعرفهم يدي شبيه هذا يدي على الاقل احكي في حاجات بالرسمي اني كي تقولهم نسكت فهم فما انسان خويا عمل فيديو تيك توك جبد قال اني كي نسالهم الناس هذوما على الرياكسيونات ويحكي علينا قال ما يعرفوش اش معناها كذا وكذا وكذا بالرسمي كي قالهم خلاني اني نطلع شنو نعمل نطلع نقول مش لازم عليا اني نعرفهم خاطرين نعمل في رياكسيون مش في اناليز فهمت اني راني نعمل في رياكسيون اني خويا محتوى رياكسيون اليوم كي تدخل للشات جي بي تي ذكاء الاصطناعي تساله شنو محتوى بسعاد يقول لك محتوى فوكي واغلبيته رياكسيونات على موسيقى وتكون مضحكه هذا عرفت علاش اسمه ذكاء اصطناعي هذا غباء لياوي ليا غباء على الاقل قول حاجات بالرسمي اني ما نعرفهمش باش اني نرسبكتيك في كوتي ما نعرفش ونقول والله يا صحيح اني راني مشني مطلوب كي العاده نحكي لمستنس نحكي فيه واللي الهادي زعيم بتبعته يعرفه والناس الكل تعرفوا ديجا الهادي قالوا معناها هما يعملوا في ريكسيونات خاطر بعثوا لي المقطع تو جيوه ظهر لي قالوا هما يعطيو في راهم ما قالوش احنا نعرفه فهمت فاحنا وقتها نقول اللي اني ما نعرفش اما اي حاجه حكاها الله اني نعرف وراوه وشبعان به بونش لاين وريم بونش لاين وريمو ما يعرفش معناها راب وش معناها كلمة راب يا حبين على الأقل قول حوايج صعاب أخونا قول حوايج صعاب بالرسمي ما نعرفهمش خل رسبكتيك أه؟ يعرفوا أنت قلت يعرف أنا دخلت معه في كونتاكت عبيد قلت ما يعرفوش دخلت معنا في كونتاكت حكيت معنا كلمتين في الانستغرام جيت تبكي قلت لنا راه اش بكم تحكيوا عليا كيك رسبكتينك خطر ما تحكيش أني نعمل وندير خاطر وقت اللي باش تحكي لنا اني نعمل وندير واني باندي ونضرب واني نجيل قدام داركم كما تحكي مع بسيكوام وقتها باش نمرمدوك ونطيحوا لك قدرك في البريفي زاد ما نطلعوش احنا في الفيديوهات خويا حكيت باحترام حكينا معاك باحترام حتى كي طلعنا انترفيوات قعدنا نرسبكتيوك مش حكيت معانا اش حكيت معانا في البريفي قلت لنا وقت اللي قشتلناك على التراك اللي عملته نتاع الكلاش هذاك قلنا له وقلنا بسيكوام ربح بشهاده تونس كل مش كان احنا برو قلت هذاك الكلتير الكلتير نهزك نحطك فوق شجره وندخلهولك ونعملك ونديرلك ونهبطك ونحطك فوق الفرش ونبقطهولك هذاك هو الكلتير فارغ يا برو راك فارغ فهو الاولاد جاي يحكي معانا يحب يقنعنا اللي الدستراك نتاعو هذاك الدستراك كاسح ومش نورمال تلفتنا له احنا قلنا له راك فارغ يا برو في البريفي وهاك علاش ما عادش رياكتيو عليه راك فارغ يا برو تونس الكل تعرف راك فارغ راهو تراكك فارغ فهمت راهو تراكك فارغ ما فيه شيء ما فيه شيء حتى بونش لاين ما فيه شيء حتى ميتافور راك نعمل لك ندير لك نحطه قدامي نبقته لك ندخله لك نهب يا اخونا جي قال هذاك الكولتير فتلفت له هيك قالوا ليه مش هذاك الكولتير ما عندك حاجة فهو من غادي كيا حكيت معاهم ولقيتهم فارغين هاو شنو الديسكسيون واحنا ما عمرنا ما حكينا ديسكسيون لعباد ولا خرجنا ديسكسيون تاع عباد هذا هو اش حكي معانا سيدي السيد هذا طلعنا احنا فارغين خاطر هو في نظره الى الكولتور يقول لك لازمك تغني هكاك شبيك فسخت الفيديو مالي نتاع الكولتور انت علاش فسختها الغناية قول لنا علاش فسختها الغناية خاطر حسيت بروحك فاشل فاشل عملت اكثر ديستراك في تاريخ تونس فاشلا اقسم بالله لسمع ديستراك فاشل اكثر من تراكك هاك والحمد لله يا ربي قلناها في الرياكسيون لكن قلناها باحترام وكذا خاطر نحترم شخصك انت كشخص نحترمه و... وقتش دخل اكتب على جوجل تو تعرف اكتب عمره ما كتب ما سيسالو تريك اكتب على جوجل تو تعرف وقتش سي سامبل اوكي سي تري سامبل عمري ما كتبت عمري ما سالت عمري ما شفت عمري بلا لحظه عمر قاعد نقرا في الكتاب هذا اللي متى ذوما فهمت فن اللاموبالات خليك تتصالح مع روحك قلت الكتاب هذا اي انسان قراه يفهم فهم عرفتوه لولادك السيدة لما عمره ما قري كتاب نهارتلك قري كتاب واللي عارف العبيد انك كيك قريت كتاب اني طب هذا يخليك تتصالح مع روحك برا تصالح مع روحك يا برو انت ريتني مثلا نقرأ في كتاب ما ريتنيش انت ريتني ريشرشي ولا ما ريشرشيش ما ريتنيش يكاومل
هي لو فيت اللي باش تكتب على جوجل ستطلع لك. مي انت تجامي تو لا جامي في انت سيدي تعرف منين تعلمتهم الحوايج هذوما الكل اللي يحكي فيهم هو من عند واحد عراقي هاكا موجود في اليوتيوب عراقي ولا فلسطيني هاي هاو سيدي قلت لكم ما عندش كون دخلت واعطاك كل مفهوم المفهوم مفهوم البونش لاين ومفهوم واني نعرفهم من قبل لكن عرفتك لازلت حبيت نزيد نشوفه ونزيد نتعلم فهمت. فهو هو يعيش معايا أومار لايا ديجاها هيا بيته بجنبي يعيش معايا أومار لايا ما كتبش وليه وما يعرف تحب شكون يركتي على موسيقى متاعك ولا ليه؟ عادي ما قلقنيش رياكتي اللي يحب يركتي رياكتي ما قلقنيش سينيالي ولا ما تسينيالي؟ لا لا احنا نحقروك رياكتيوش عليك نهارت اللي تولي تعمل في موسيقى حتى بعد الفيديو هذا نهارت اللي تولي تعمل في موسيقى وتعرف تعمل موسيقى وتعرف تعمل راب وما عادش تغني على روحك اتا وقتا نرياكتيو عليك جميل لافي والعموني تغششت على عبد يقول لا ما عمري ما تغششت على عبد تكذب كذب اني لهني نكذبك انت تغششت وجيت تحكي معنا في البريفي ومتغشش كيفاش تحكي اوكي ومش مره ومش اثنين ومش ثلاثه واخرتها كرياكسيون اللي عملناها ومن وقتها صاي مضمض مضمض عليك مضمض من وقتها اخويا قلنا السيد هذايا باش يمشي في باله اللي احنا عندنا معاه مشكل شخصيه ومن وقتها ما عادش رياكتيو عليك حتى حاجه غلطه بعث له ميساج فوكال تقول راك غلط فهمت راك في هذوما غلط لا فيك لا فيك الرياكسيون تبعث ميساج فوكال وانت انسان تتاثر ياسر معني فهمت اما تحكي باحترام وهذا حقك حقك برو معنا احنا تخو كان حقك انسان محترم ما جيتش نهار سمعتني الكلام ولا قلت اني نعمل وندير كيما جبور اخرين لكن دوا اليوم تجي تقزم انت وما يعرفوش راب تعيش معايا برو ريتني عملت ريشيرش ولا ما عملتش راك تحكي في تفاهات صح نحشم على روحي اني اليوم كان انت تطلع تقول في فيديو بسعاده ما يعرفش يعمل راب واني نطلع نحكي نقول راني نعرف ونفسر كلمه راب نحشم اقسم بالله نحشم برجوليه نحشم كان تيح معاك في النقاش هاك فهم تنفسر له ونعطي ونبعث له في شيء ويكيبيديا ونوريه ونحب لعبه تعرف اخي ماذا بيا تعرف يا ودي تعلم انت عرف روحك انت يا برو تعلم انت يا صاحبي هنا ماذا بيا ما عندك باش تطلع تقول كل حاجه صحاح مانيش نعمل فيه ما انت باربيك فهمت يجي بوزوان باش انت تعرف لازمك تعرف انت عبيد تفرج فيك وتفسر الخشاشر وتفسر لعبه صغار لازمك تكون تعرف لا لا احنا اخويا ما نفسروش احنا نشطحوا احنا نشطحوا نضحكوك تعمل جو تعمل ابتسامه فما حاجه فهمناها نفسرها فما حاجه ما فهمناهاش نسالوا العباد ونقولوا نقولوا هنا فسرينا لوتا لوليت فسرينا اش معناها الحاجه هذه وما نحشموش ما نحشموش ما نعملوش رواحنا نفهموا ونكبروا ونبداو نفسروا ليه برو ليه عادي جدا عادي لانه نشوف انا لهنا وهنا نحل معاك قوس صغير فما في الموسيقى فما زوز اراء فما الراي الاكاديمي والراي الانطباعي انا حسب رايي فما ديزانفلونسور يعطيو اراء انطباعيه انطباعيه مثلا انا انطباعيه معناتها سبجكت ما عرفش معناها راي انطباعي كاو خويا كندا ودنيا هني ثقافتي فرنسيه وانجليزي بالرسمي كنيسك المثقفه وانجليزيه ما عرفش معناها راي انطباعي اني اليوم راه فيه اني ريتو هذا على بكري درا شنو قال كلمه بالفرنسي اني ما فهمتهاش اني دوري كيفاش انت انسان راسك قد دكه تاكل في زوز لحمات كل طعام فهمتني وطالب الزياده وراسك يوكل الفيه ما تعرفش معناها راي انطباعي ما تعرفش احنا نعملو في راي انطباعي برو خليني نحس روحي مره مثقف خليني نحس روحي مره يعطيني الصحه هاي يا اخوي ما يعرف يسالوا قالوش معناها انطباعي خليني ثقافه عربيه قح كتير اوكي اش معناتها نجي انا نسمع مزيكا محليها نقول كلمة محليها أوكي. كلمة محليها كلمة انطباعية محليها انت قل... معناها يحب يقول لك معناها انطباعية معناها رأيي شخصي انطباعي على الموسيقى مش نفسر ومش نجي نعطيك في الطنبون وفي البونش لاين وفي قداش من بار في كل فيرس وفي لا نعطي في رأي الانطباعي اني خويا ذوقي الشخصي عجبتني غني يا والله اول انطباع اخذته على الغنية هذه اللي هي محليها فهمت معناها انطباعية يا أمال لا يا لا يا أمال قلت محليها أنا نجم أقول ما عجبتنيش محليها ريت ما هيش علم بينما اللي هنا نقول الريم متاعه غالطة نورمال ما كمل بإير يكمل بإير ما علش كمل بإين وبدل الكلمة باش رد اللي هنا علم أنت لأنه كما قلت لي مثلا بدي بأنا بعد أحنا والموضوع الأول ما عنده حتى علاقة بالموضوع الثاني وستار الأول كتبه 16 وستار الثاني كتبه 8 الهيدي زعيم الهيدي زعيم يبهرني والله
انسان خويا رابير قال لك اني مشني نورمال يحكي ديما مش نورمال ايجو في بالك قشتلك لا يا عمر باللقطه هذه الهادي ولا قشتلك يعني ما هيش راكب على بعضها وتجي تلوج على الموضوع تلقاه ينقز من موضوع الموضوع جست يلصق في كلام في بعضه ويلوج على زوز بونش لاينوات مزيانين اسمحهم مسروقين على غناية واحد امريكاني حطهم ترجمهم وحطهم وزينهم شوية. لهنا نحكي على علم لهنا في العلم ما نتناقشوش العلم. انت تبس عمل رياكسيون على الراب فما شكون يعمل راي انتباعي رياكسيون راي اسمها ردة فعل. وقرينا في حصة كما قال هيكل في الفيزيك ولا ما نعرفش فينا ولا في العلوم الطبيعية ولا وين اللي ردة الفعل تجي من النخاع الشوكي. بمعنى يعني انت اليوم حطيت ايدك في حاجة سخونة فانت بيش تعمل هيك هذيك اسمها ردة فعل. فهي تجي لا حاجة تلقائية. يعني اني اليوم قاعد هيك انت اعطيتني بونش لاين ترعب فاني هيك تلقائية فهم. فهي ما تستناش علم وقرأ هيك اسمها رياكسيون. اللي تحكي فيه انت يا عمر لا يا اسمه اناليز. نجي نسمع التراك 3-4 مرات نحط الكاميرا سلام عليكم الاولاد اش نبداو نفسروا في التراك. التراك هذا اخويا الستريم تاعه تراب وكذا فيه الفيرس الاولى اخويا فيه 24 بار بعد ندخلوا في الرفرا اللي يتكون من 8 بيران وفايب مزيانه ويتعاود مرتين حاجه ممله جدا. الاناليز حاجه ممله جدا هاك علاش الناس اللي تعمل في اناليز ما هيش ناجحه في تونس. فهمت خاطر الانسان يحب يدخل يفكه على نفسه الهادي 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 كرك حكيت علمته علمت عمر ليا ليا عمر علمته. وفما شكون يعمل راي علمي لا هنيت ولي تب رايك ما عندوش قيمه كي تولي رايك لا رايك ما تولي رايك كيما الناس الكل اي انت بيع يقول لك انا فما ناس راني مانيش نحكي على احنا راينا كيما الناس الكل خويا احنا كي لعبيت الكل قلناش خير من العبيد ران كي لعبيت فما شويه حب زايده للعبيد تجينا هيك من القبول اللي عطاه ربي سبحانه سبحان الله قبول يا ربي ولك الحمد لقبول الناس. ان شاء الله نكونوا في المستوى وما نحاولش نحاول اخويا ننفع الناس باللي نجم اسامي معينه فما ناس تعطي في راي انت مفخم لي مفخم لي مفخم لي عمر لا يا اي بلين مفاش الموضوع تباعي وراي علمي فما ناس تعطي في راي علمي راي علمي 100% ما ريتش اعطيني اناليز فسرهم له هيك اناليز ورياكسيون كل حاجة في بلاصتها 100% علمي كقواعد ما فهمش 100% وفما ناس تعطي 100% رأي انتباعي. عسلامة مرحبا بكم هيا نمشي للاية هيا للاية اغز راش قال مقويه محليه رأي ولا شو لهنا لهنا يهزو ينفض سنة وكين فالور شكونه هو بشاتير سنة وكين فالور ما عندك حتى شكونه هو هيا لهنا نسكروا اللقطة متاعنا. شكونه هو الإنسان اللي أنت عامله طاولة واربعة كراسي وطالع تحكي عليه وسميته بالاسم حاسلوا الأولاد نتعديه وطالع للمرحلة الأخيرة. خلنا نسمعوا ساعة عمر اللي اللي طالع ويحكي واللي يفهم راب واللي ينصح في العبيد باش تقرأ وتثقف رواحة. نمشي أخويا نبدأو خلي نبدأو بآخر غنية هبطها عمر اللي في الدقيقة 16 تراك هذا عامل 285 ألف فيو في 3 جمعة. خلنا نسمعوا أخويا الدخلة متاع التراك هذا بليش السبب اوبليجي باش نلقى علاش نلقى كيش نقول الحمد لله سرتو وانا مش لاباس بلاش السبب لازمني نلقى علاش يعني لهنيش على شكون يحكي على روحه. بلاش السبب لازمني نلقى علاش نلقى تشه هز بلا وترك كامل هكاك اني ناكد لكم ومن غير ما نكمل خلينا نزيدو نكملو خلينا نزيدو ندخلو بلي ها والله الا سمعتو التراك والله ها والله هاي يا اخوي ولا الفارج نحكم في المراه العصالي من عصاك قانون شارع ألا فا راجل نحكم في المرأة العصا لي من عصا ملا عمر الله يا او يا يا ملا بونش لاين يا او يا يا نرجع لعمر الله يا والله العظيم لولاد راني ما غير ما سمعته وكنت متأكد اللي هو يغني على روحه. نرجع لعمر الله يا أخويا للتراك هذا عنده 4 سنين التالي عامل 757 ألف في 4 سنين التالي. نسمع عمر الله يا فاش يغني كل علي الدوز لنيك على مصلحتي شكون انصحني لا الناس الكل علي الدوس اني خويا نياك على مصلحتي شكون انصحني
على شكون يغني لنا عمر لي؟ على روح. أربع سنين يغني على روح. أربع سنين يغني على روح. ماتت عبيد وعاشت عبيد وحيت عبيد في الأربع سنين هذم. دي أربع سنين التالي يعني كنت في الحبس. بعد أربع سنين وليت صانع محتوى يوتيوب رياكسيونات وعندي ميت. شوف التغير الجذري، تغير كبير في حياتي صار أربع سنين تغير. وفي الأربع سنين أكون عملت ستريم فري فاير وبعتلي بدل التراب وعملت رياكسيونات وعملت محتوى في التيك توك آخر عمل هم حاجات صاروا في حياتي. عمر اللي أربع سنين يغني على روح. بيه جاني نهار من نهارات قالوا لي اجري يا أبو سعادة أمر ليا ليا أمر عمل الغنية على فلسطين. ما عاش يغني على روحه يا أخويا. ندخل نسمع صاحبي، ندخل نسمع التراك هذا اسمه باب النعش. بيه اسمع معايا يا أخوي، اسمع معايا الفنان القدير العظيم الأسطورة الأساطير حبيب الملايين ليا أمر. كاغولي لبسكم باباريولي عامل خطة تروادي مخي تشات جي بي تي لابس تروادي لابس كاغولي. شكون اللي لابس؟ باز يحكي على ها على الملثم. تراخ نكملو كيلا دريسي بي وين بيراتي لي دوني نعمل فيك ايدونتيتي كريم وين بيراتي لي دونتيتي نعمل فيك. يدي بالك هو يغني بصيغة الشخص، يغني بصيغة الشخص انه هو الملث. تراه نكمل ونكمل بيان اورغانيزي فجأة نهبط من السماء وبيان نخرج من النفق بحجر نحارب بربيجي ورسمي يصفر قلق الموت ومنسى نهني نورمال موها بحجرة ونطلع في النفق وكل شيء. لا مش في الحق كيما الشعب فلسطين مش كي نعرف انت شنق الرئيس صدام حسين. يا اخي مش يغني على فلسطين شهزه من صدام حسين. اوه يا بابا كان باقي يغني على روحه. يا فهمتوا الفازة؟ عمل غنية على فلسطين يحكي على روحه يوصف في روحه اني مجرم كيف لين واني نطلع من نفق كيما فلسطين واني نعمل كذا وكيما كيما يحكي باقي على روحه. راهو اجا فسر لك حاجة اخويا عمر بالرسمي خذها بكل محبة. راهو فما انا هم هما نحن نحن انتما انتم انتي هي هو ما فماش كان اني. راهو كان انا نجم تحكي على حاجات اخرين. راهو كي تغني على فلسطين تغني عليهم هما ومعاناتهم هما تكتب في معاناتهم وفاش قاعدين يعيشوا. مش تغني لي على روحك واني كفلين وها ها ونطلع من الفوق في النفق كفلين. باقي تغني على روحك يدي انت تستعمل كان في انا يدي استعمل لي عشقية في غنية هما هن نحن هم أولئك تلك ذاك هكا استعملهم نيزي من الأناء. عنا سبع سنين نعرفوك يا برو من عهد الروس يدي شبيك أخو تستعمل كان في الأناء. أخويا كلمتين شتلحم من قلبي أني خطر في كل رياكسيون بتاعك نلقى روحي في الكلام هذا نقول. فأنتي أخويا تقلقت من الكلام هذا يزي كل غنية باش نطلع نقول نفس الكلام. السيد ليا باش يحس اني عندي معه مشكل. يا برو تصالح مع روحك الساعة يدي يزي من اني ويزيني مجرم واني مش نورمال واني نبيع بالكبير. راك ماك تعطي في حتى اضافة للعباد يا ودي استعمل حاجة اخرى يدي مثالش غني بهم غني اعمل اوقف تك تك. وديجا قلتولي الكلام هذا ما نعرف نكتب كان الكيك. قلت لك يزي يا برو حكيناه في البريفي قلت لي ما نعرف نكتب كان الكيك. ووقت اللي حكيت اني وفرانكو قلت فما ناس راهي باش تموت اليوم بعد القانون الجديد خاطر ما تعرف انت ونحكي عليك انت خاطر انت فمك. قلت وبعضله لسانك بعظمه لسانك قلت اللي اني ما نعرف نكتب كان الكيك اني نبيع اني مجرم اني مشني نورمال اني كذا. مثالش برو احكي لنا على حاجه اخرى على حتى فما ناس فما ناس ديما عندها نفس الموضوع على خاطر هي عندها قضيه لكن جيب لك بونش لاين ريميت جديدة تعطيك بيران خوية تعكشك بونش لاين في الصميم حاجات جديدة وحتى ستيل والطيب بيت نتاع الموزيكا جديدة. قعدت انك ياك يا برو مت غادي انت اني مجرم اني مشني نورمال اني في راسي كذا اني نبيع في الكبير. سامحوني لولاد الكاميرا قصت يا اخونا يا اخونا يزي 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 من اني يزي يزي انا 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 طور من روحك برو بعتلي اطلع انقد. وكي تطلع تنقد كي تطلع تحكي انت في تايب
باش تحكي معناها باش تحب تقزمني، احكي حاجات بالرسمي ما نعرفهمش، تحكي ريم وتحكي بونش. يا خويا يا اخي ثانية ابتدائي انت، يا اخي تقرا ثانية ابتدائي انت، من هنا عام تشبيك اخوني تشبيك، هذا يحكي مع ملا لا يا عمر خويا. اني والله العظيم برو اني ريسبكتيك، نحترمك في شخصك معناها فهمت، والكلام هذا ساعات نحس روح نحب نقوله والكلام هذا، لكن حتى العبيد تسال فيا عمر اللي رياكسيون عمر اللي يا ابو سعاده ما عنديش معاك مشكل فهمت، مستعد الرياكت عليك حتى بعد الفيديو هذا، راه مستعد الرياكت عليك كما انت قلت اني انسان سبور نقبل نقد الكل حتى اني لكن مشني مستعد نحكي لك نفس الكلام هذا كل غنيه، فانت باش تحس اللي اني قاصدك، فانت مادام طلعت حكيتك كيك علينا فانت مش في بالك اللي احنا قاصدينك، خاطر برور انا نعرف واش معناها كلمه راب، ونعرف واش معناها كلمه واش معناها بونش لاين واش معناها ريم، تحكي على الريم برو، تحكي على الريم يا برو يو، ولا متين كيفاش طلع الراب وتاريخ الراب يا اخونا، ما يعرفوش اش معناها تراب وبوم بيب، على الاقل قلت تايب موزيكا صعيبه كلا، فما تايب موزيكا كلا يبدا مشكشك ما تعرفش عليه كيف نية، تحس روحك بالرسمي ما تعرفش شنو هي تايب موزيكا، شي تحكي لي على التراب والدريل اللي هو فرخ عمره 8 سنين يعرفهم، تحب تقزمني بهكيكة؟ حسيل اخويا ربي يهديك فهمتني، والله العظيم ربي يهديك، وريني اخويا اني ما عندي معك حتى مشكل، وعادي في المستقبل رياكت عليك، لكن على شرط كي تستعملهم اولئك يزيني من انا، راك قد ماك باش تغني اني نعمل واني ندير واني مجرم واني شنو نورمال، راني برو بصراحه ما رياكتيش عليك فهمت، انت واخو في خاطرك خاطرنا بعثينك معناها فهمتني، ما رياكتيش عليك حاسبينك ماكش موجود، خاطر بالرسمي فعلا انت ماكش موجود، راك فعلا في ساحه الراب التونسي انت راك ماكش موجود برو، راك كعبالي خاطيك، غنيت من الاول اني واني واني، جيت حاجه جديده في تونس اني مجرم اني مش نورمال، سي برو استهلكناك يزيك هاو، قديش باش نقعد ناكل كسكسي، تي هو الراجل يمشي يخون مرته ويقول لك انا ما نحبش ناكل كسكسي نحب نبدل، خلي عاد عمر لايا تمنى بكلنا باش نبعثوك برو، تي احنا قلت لك مرته والراجل يمشي يخونها وذنوب وزناء و و و وجهنم وبأس المصير على خاطر قلق من الكسكسي، باش نقعد اني نسمع في عمر لايا ونقعد حتى كان يجي كسكسي خبز يابس يا حاسيل اخويا حق الرد، حقي اخويا باش الرد فهمتني، وبيس اند لوف صاحبي، ورايك وحقك اخويا احنا ما نعرفو شيء وما نفهمو شيء، باي باي.